بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بيكم في الفيديو الجديد. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على مكتبة النمباي. النمباي دي مكتبة في بايثون معمولة بلغة السي، معمولة بلغة السي عشان تعوض السرعة. البايثون معروف إن هو طبعا سرعته بطيئة لأن هو بيشتغل على انتربريتر، بيحول الكود بتاع البايثون سطر بسطر، يحوله للغة الآلة في الريال تايم وهو شغال البرنامج، فعشان كده بيبقى بطيء غير مثلا اللغات التانية، لغة السي والسي شارب والسي بلس بلس والجافا. البرنامج على بعضه بيتحول يتعمل له كومبايل مرة واحدة لأصفار وحايد، فبيكون أسرع بكتير. فعشان كده في العمليات الحسابية الكبيرة لما نتعامل مثلا في زي في الداتا انجينيرينج والداتا ساينس، في الداتا ساينس والنيورال نتوركس والحاجات دي بيكون فيها عمليات كبيرة، المصفوفات كبيرة بيحصل عليها عمليات وبتتكرر مرات كتير، فالسرعة بتاعة البايثون ما تنفعش معاها. فعشان كده عملوا مكتبات زي النمباي دي معمولة بلغة السي بس شغالة في البايثون. عشان نشوف الفرق بتاع السرعة، هي طبعا معمولة النمباي عشان العمليات الحسابية وعمليات المصفوفات بتنفذها بكفاءة وسرعة كبيرة، و كمان فيها دوال بتخليني انفذ العمليات دي بسهوله. يعني في الكود بتديني حاجات كتير مختصره، في سطر واحد ممكن اعمل حاجات كتير، والحاجات الاحصائيه والحاجات الحسابيه، فيعني ليها مميزات كتير. عشان نشوف بس نشتغل عليها عملي، نبدا. انا شغال دلوقتي في الجوجل كولاب. لازم طبعا لما نيجي نبدا عليه لازم ان احنا نتاكد ان هو كونكتد، زي من هنا كونكتد دلوقتي شغال. لو مش كونكتد لازم اخليه اشغله. وبعدين انا عشان ابدا اتعامل مع النمباي لازم اعمل امبورت نمباي، بنسميها يعني كل حاجه متعرف عليها ان هي بتتسمى ان بي، امبورت نمباي از ان بي. وامبورت تايم دي عشان نجرب حكايه نشوف الفرق الفرق في السرعه بين النمباي وبين البايثون العادي من غير النمباي. فدلوقتي انا مثلا في العمليه دي هنجرب، هنولد array عباره عن 100 مليون عنصر، وهنطلع المتوسط بتاعه. هنا هنعمل امبورت للنمباي طبعا الاول، وبعدين هنا هنعمل المتوسط بالبايثون العادي. start بناخد الوقت عند بداية لما انا هشغل السيل دي، هنسميه start time dot time، هيجيب لي الوقت في اللحظة اللي انا هشغل فيها السيل. وبعدين هنفذ العملية بتاعتي اللي هي هجمع كل العناصر اللي في الاري ده المية مليون واقسمهم على عددهم، فيطلع لي المتوسط اللي هو المين. وبعدين في الاخر هيروح طابع هيطلع لي الوقت اللي استغلته العملية دي خدته. دي كده بالبايثون العادي. في الخلية التانية دي هتبقى باستخدام مكتبة النمباي. لسه طبعا شغالة الخلية الأولانية، بتاخد لها فترة طويلة، خدت 16 ثانية لغاية لما خلصت. بالنمباي خدت 1 من 10 ثانية، فالفرق كبير جدا، يعني حوالي 160 ضعف في الحدود دي، 160 مرة النمباي أسرع من البايثون العادي. فده طبعا حاجة واضحة، فرق السرعة واضح جدا. فعشان كده اللي عايز يشتغل في الداتا ساينس ولا في الذكاء الصناعي لابد ان هو لازم يستخدم النمباي، مفيش غنى عنها. نبدأ نتعرف عليها ازاي بنستخدمها النمباي دي. اول حاجة انا عشان اكريت، عشان اولد ان دي اري اللي هو الاري عندنا، انا مجهز صفحة هنا عشان نعرف يعني ايه الاريز اصلا والتنسور. في مفهوم في المصفوفات اللي اسمه التنسور نمباي والحاجات، في حاجه اللي هو اسمه تنسور فلو حتى من جوجل. ايه حكايه التنسور والان دي اريز والكلام ده؟ مع النمباي بيسموها ان دي اريز. انا عندي الاريز بتبقى زي كده. اول حاجه اللي هو الاري من الرتبه بتاعته الرانك 0 اللي هو بيكون عباره عن سكالر او انتجر اللي هو يعني رقم واحد، بيسموه سكالر. وبعدين بعد كده الفيكتور اللي هو بيبقى يعني اتجاه واحد، بيسموه متجه، اللي هو عبارة عن زي كده صف واحد، سواء كان أفقي يعني صف أو عمود زي كده. بس لو عمود زي كده هيعتبر ده رانك 2 لأن هو صفين في عمود.
لكن لو هو افقي هيبقى رانك 1، الرتبة بتاعته 1. بعد كده اللي هي المصفوفة المعروفة دي رانك 2، بيسموها ان دي اري، بس الرانك بتاعته 2 صفوف في أعمدة. بعد كده التنسور اللي هو بيديها عمق بعد كده، يعني دي مصفوفة بس كده، لما يكون لها عمق يعني زي المكعب كده هتبتدي ندخل يسموها تنسور. المكعب ده أول حاجة اللي هو بيبقى مثلا 2 في 2 في 2 أو 3 في 3 في 3 أو غير كده، فده الرانك بتاعته هتبقى 3. ممكن كمان يكون أعمق من كده، يكون 3 في 3 في 3، يعني كل عنصر من اللي جوه دول عبارة عن 3 عناصر جواه وهكذا. ده بيسموه ال ان رانك او ان دي، يعني ان دايمنشنال اري. ان دايمنشنال اري الابعاد بتاعته بتزيد، صعب ان الواحد يقعد يتخيله، بس ان احنا نكون عارفين ان هي الان دي اريز بتكون اول حاجه اللي هو رانك 0 اللي هو بيكون سكالر، رانك 1 اللي هو بيكون متجه فيكتور واحد، ماتريكس بيبقى رانك 2، تنسور بيبقى رانك ان من 3 واحنا طالعين. انا دلوقتي الان دي اري هو معمول اكتر شغله ان هو بيتعامل مع الان دي اريز اللي هي اللي احنا شفناها دي، اللي هي المصفوفات والتنسورز اللي هي اكتر من 3 في 3، اكتر يعني الرانك بتاعتها اكتر من 3، 3 فما فوق. ف الان دي اريز عشان نولدها فيها طريقتين، ان انا استخدم البايثون ليست، عندي ليست بايثون بحولها الان دي اري، هنشوف ازاي. والطريقه الثانيه ان احنا نستخدم الـ numby functions اللي هي موجودة جوه الـ numby، في دوال كتير بستخدمها إن أنا أولد بيها arrays مختلفة أو يعني ND arrays مختلفة. أول حاجة إن أنا لو بالطريقة الأولانية نشوفها الأول using Python list، أنا لو عندي مثلا list Python اللي هي زي دي كده، دي Python list أحولها لـ numby array باستخدام الطريقة دي، بستدعي الـ numby dot array الدالة الـ array دي فبتحولها لي لأري. لو شغلنا السل طلعت لي الأري اللي هي نفس زي البايثون ليست، بس دلوقتي بقت اسمها نمباي أري، والشيب بتاعها عبارة عن 5 5، فما فيش يعني هي عبارة عن رانك واحدة، 5 أعمدة في صف، ما فيش صف واحد، يعني هي صف واحد بس 5 خلايا. لو عايز اعرف في دي طبعا داله كمان تايب اوف زد، عايز اعرف نوعيه المتغير ده فهيطلعه لي اللي هو نمباي دوت اري. عرفنا ده بقى اسمه تحول خلاص من ان هو بايثون ليست بقى نمباي اري. داتا تايب دي داله تانيه، فانكشن تانيه عشان اعرف بيها نوع الداتا تايب اللي في الان دي اري. طبعا في حاجه لازم نكون عارفينها، الان دي اري بيتيح لي ان انا اعمل اري المتغيرات يكون لازم يكون كل المتغيرات يعني كل العناصر اللي جواه من نوع واحد من نوعيه واحده، يا اما تكون انتجر يا اما تكون سترينج يا اما تكون فلوت، ما ينفعش ان هما يكونوا مختلطين. ولو انا حطيتهم مختلطين هو النمباي بتحولها لحاجه موحده يبقى كلهم حاجه واحده. فانا عندي مثلا ده انتجر كله انتجر، فمطلع لي ان هو الداتا تايب بتاعت الزد الان دي اري ده كل الداتا تايب بتاعته انتجر 64. لو انا دلوقتي ده نوع تاني هنعمله ان دي اري تاني عباره عن سترينجز، سترينجز هيقول لي يونيكود الداتا تايب بتاعته يو 8 اللي هو سترينج يعني عباره عن اكبر حاجه فيه هي 8 حروف، فهو مخليه ان هو 8 حروف. لو في حروف اكتر من كده هيخليها لي اكتر من كده. مثلا انا عملت هنا array مختلط string وفي رقم، راح احوله كله خلاه كانه كله سترنجات U8، حول كله حتى الرقم ده دلوقتي هيبقى string. لو انا عايز احوله رقم بعد كده لازم لما اجي اخده احوله الرقم. كل اللي احنا اشتغلنا عليه قبل كده اللي هو من rank 1، دلوقتي لو عملنا array من رانك 2 اللي هو هيبقى 3 في 3 3 في 4 اللي هو واي، الواي هيبقى 3 في 4، 3 صفوف في 4 أعمدة، الدايمنشن بتاعته 4 في 3، total number of. لو انا عايز اعرف السايز بتاع ال ND array اللي هو عدد كل العناصر اللي جوه ال array ده، فبجيبها ازاي؟ ان انا بكتب واي دوت سايز،
واي دوت شيب بيطلع لي الشيب، الصفوف في الأعمدة. سايز هيطلع لي عدد العناصر كلها. تايب اوف واي هيطلع لي نوع العناصر، هيطلع لي نوع الاوبجكت ده ايه، الاوبجكت اللي هو الواي. هنا عندنا الاوبجكت نمباي اري ان دي اري. الداتا تايب اللي جواه هطلع اللي احنا كل الحاجات اللي احنا جربناها قبل كده. هنا انا بقدر احدد الاري نفسه، يعني في الاري لما باجي اعمله ممكن افرض عليه ان كل الداتا اللي جواه الداتا تايب يكون نوع معين. يعني انا عندي هنا انا عملت ان بي اري مكون من عناصر فلوت، المفروض ان دي فلوت، بس قلت له انا عايز العناصر كلها تبقى ان بي انتجر، عايزها كلها تبقى انتجر. بالطريقة دي بفرض عليه ان هو فبيشيل كل الفلوت ويخليهم كلهم انتجر. لما يجي بطبعه بعد ما عملنا العملية، بعد ما ولدناه بطبع، يطلع لي العناصر بتاعته كلها من غير، بقت أرقام من غير الخانة العشرية، يعني ما بقتش فلوت، بقت انتجرز كلها. بقدر اسيف ال NDRA ده واقدر احمله تاني. طبعا زي ما احنا شايفين هنا ال NB.save، واروح حاطط جواه الاسم اللي عايز اسميه باسم ملف ايه، والاري اللي انا عايز اسيبه. انا عايز اسيب اكس واسميه اور اري، هيسيبه في نفس الدايركتوري اللي انا شغال عليه. عايز احمله تاني هنحمله تاني، نديله اسم واي مثلا، ونحمل نديله اسم الملف، هيروح محملهولي، بقوله اطبعه وطبعهولي تاني زي ما احنا عملناه، يعني لو حبينا نستخدمه. تاني طريقة اللي هي هنولد الأريز عن طريق البيلت ان فانكشنز اللي موجودة في الـ نمباي. النمباي عنده دوال كتير بنقدر نولد بيها فانكشن. أول حاجة اللي هي الزيروز، عايز أعمل مصفوفة كلها عبارة عن زيروز، هقول له np.zeros والشيب بتاع المصفوفة 3×4، أقول له اطبعها لي هنا، يروح مولد لنا مصفوفة 3×4 كلها أصفار. ones نفس الحكاية، هيولد لي مصفوفة كلها وحايد زي ما احنا شايفين، 5×6 كلها وحايد. full shape عايز أعمل مصفوفة كاملة مليانة برقم معين، يعني هنا مثلا مختارين ان هو 6، أعمل مصفوفة كاملة كلها 6 زي دي كده. عايز أعمل مصفوفة من 1 لغاية 10، فبنروح عاملين ان هو ده np.arrange. arrange بيبدأ من الصفر لغاية مش العشرة، لغاية 10 ناقص 1. فقلنا ال arrange هيولد لي مصفوفة. لو انا اديته ال arrange طبعا بتقدر تاخد arguments مختلفة على حسب ال arguments اللي انا بديها لها بتبدأ تشتغل. يعني انا لو اديتها حاجة واحدة هنا بس، argument واحد، هيولد لي مصفوفة من 0 لغاية العدد ده ناقص 1 n minus 1 زي ما احنا شايفين، من 0 لعدد زي كده. لو عملت start و stop هيروح مولد لي مصفوفة من 3 لغاية 14 زي كده. لو عملت اقدر اعمل start و stop وال step، يعني هخلي ده الرقم 4 مثلا في هنا في المثال ده np.arrange، الرقم اللي هيبدأ 4 والنهائي 19 وكل خطوة 3. شوف ازاي، يعني هيبدأ برقم 4 وبعدين نزود 3 بقى 7، نزود 3 10 13 16 لغاية 19. اللاين سبيس دي لو انا عندي، انا محدد مثلا البداية والنهاية، يعني مثلا عندي أول عنصر 4 والعنصر الأخير 20، وعايز أقسم المسافة اللي ما بينهم بطريقة متساوية 10 أقسام، فبنعمل اللي هي لاين سبيس. ندخل على الدالة التانية اللي هي ريشيب. ريشيب دي أنا بقدر أحول، لو عندي array بشكل معين أقدر أحوله لشكل تاني، بس بحيث إن هو يكون عدد العناصر متساوي في الشكلين. مثلا لو انا عندي مصفوفة عبارة عن 20 عنصر، مش مصفوفة اللي هو array، يعني اللي هو بيكون صف واحد عبارة عن 20 عنصر، وعايز احوله لمصفوفة 4×5، فبنحوله بالطريقة دي اللي هي reshape.
زي كده هيطلع لنا المصفوفة. هو ده المفروض ان هو يطلع. خلينا نعملها في سطرين عشان تبقى واضحة اكتر. نعمل ده وده واي ده الشكل الأول بتاع الأريه الأولاني، عبارة عن 20 عنصر بالطريقة دي. هحولهم لمصفوفة بالطريقة دي عن طريق الدالة ريشيب. بدي عايزهم تتحول لمصفوفة 4 في 5، 4 صفوف في 5 أعمدة. بس طبعا زي ما قلت لازم إن 4 في 5 ب20، وهي المصفوفة الأصلية كانت 20 عنصر، فلازم أخد بالي من الموضوع ده لما أجي أحولها يكون نفس عدد العناصر. بعد كده عندي دالة تانية اللي هي راندم. راندم بنشئ أريه كل العناصر لو خليته بالطريقه دي، اللي هو راندوم دوت راندوم. راندوم اللي هو الموديول راندوم، وراندوم تانية اللي هي الداله نفسها. بعمل مصفوفه الشكل بتاع الشيب اللي هو كام في كام، كلها عباره عن عناصر بين الصفر والواحد، عناصر عشوائيه زي كده. كل العناصر دي بطريقه عشوائيه، اي حاجه كلها ما بين الصفر والواحد، بحدد له الشيب بتاعه من هنا. في طريقة تانية للراندم بس اسمها راندم راند انتجر. بحدد له رينج معين من الأرقام الانتجر، أرقام اللي هي انتجر يعني 1 2 3 4 زي كده، مش عشرية. الرينج البداية والنهاية، يعني أنا عايز المصفوفة كلها أو الأري كله يكون أرقام اللي جواه محصورة بين 4 و15، والشيب بتاعها يكون 3 في 2. فبيكون لي مصفوفة 3 صفوف في عمودين، كلها كل الأرقام اللي جواها محصورة ما بين 4 و15. في طريقة تانية كمان اللي هي عايز أعمل مصفوفة جواها أرقام عشوائية، بس المجموع بتاع الأرقام دي تكون تخضع للنورمال ديستريبيوشن. يعني أنا الأرقام دي كلها يعني النورمال ديستريبيوشن، اللي عارفه اللي هو ان كل الارقام في النورمال ديستريبيوشن هو بيكون عباره عن منحنى معروف اللي زي الجرس ده، منحنى شكله زي الجرس. وبديله المين بتاعها يكون قد ايه، المتوسط الحسابي بتاع كل العناصر اللي في المصفوفه، والستاندرد ديفيشن بتاعها قد ايه، والشيب بتاعها يكون ايه. فحاجه زي داله زي كده بسيطه، يعني ممكن اعمل مصفوفه مثلا من 1,000,000 عنصر، 100,000 عنصر في سطر واحد، وبحيث ان هو يكون المتوسط بتاعها اللي انا عايزه. طبعا الحاجات دي بنحتاجها لما باجي في الشغل بتاعنا، سواء كان في الداتا انجينيرينج او في الاي اي، بنحتاج الحاجات زي كده. خليها دي انتوا ممكن تتدربوا عليها ان شاء الله، لان هي سهلة عادي زي كل اللي فات. ممكن نتدرب ونحاول فيها. اللي مش فاهم حكاية المين والستاندرد ديفيشن والكلام ده مش مشكلة دلوقتي، ممكن بعدين ان شاء الله لما يجي تتشرح في مكانها يعني. ولكن احنا نكون عارفينها انها بنستخدم حاجة زي كده مع النمبر. نوقف دلوقتي ان شاء الله، نكمل في الفيديو تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.